على الإحسان في مجالات أخرى، ففي مجالات الاجتماعية مع الناس يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، فإذا الإحسان مطلوب مع الناس بأن نحسن إليهم في القول وأن نحسن في الأفعال، ومن الإحسان أيضا بأن نقابل الإساءة منهم بالإحسان. ومن الناس المخصوصون ومن الناس المخصوصين بالإحسان الوالدين، يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا الله سبحانه وتعالى لم يحدد كيف يكون الإحسان إلى الوالدين وكيف يكون البر بهما، أتى بها بلفظ عام وبالوالدين إحسانا، أي الآن أطلق لخيالك العنان، أبدع وتفنن في الإحسان إلى الوالدين. نضرب أمثلة، سمعتم عن قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة في مدخل الغار؟ هذا يعني حديث في من أوائل الحديث في كتاب رياض الصالحين. كل منهم قد دعا بعمل صالح قد فعله كي يرفع الله عنهم هذه الغمة ويزيح الصخرة عن باب الغار، فكان أحدهم ذكر العمل الصالح الذي فعله، وهو أنه كان قد اعتاد أن يأتي باللبن لأبيه وأمه في المساء قبل أن يأخذه إلى أولاده. ففي أحد الأيام لعله قد تأخر فوجد أباه وأمه نائمين، فمن الإحسان في بره بوالديه لم يوقظهما كي لا يزعج منامهما، ولم يرجع لأنه قال قد يستيقظاني فلا يجداني، بل بقى واقفا عندهما حتى يستيقظا فيعطيهما اللبن، وبقى هكذا حتى أصبح عليه الصباح. إذن هذا من الإحسان في بره بأبيه وأمه. مثال آخر، عبد الله بن عمر بن الخطاب يروى عنه أنه كان راكبا على بغلته في أحد شعاب مكة وكان لابسا عمامته، وطبعا في ذلك الوقت من لديه بغلة يركبها ولديه عمامة يلبسها فهو ذو حظ عظيم، فهذه لا ليس كل أحد يستطيع أن يمتلك عمامة وبغلة. فوجد أعرابيا فنزل من بغلته وعطاها لذلك الأعرابي وخلع عمامته وألبسها ذلك الأعرابي، فسئل لماذا فعلت ذلك، يعني هذه ثروة كبيرة الحين، كأن واحد يعطي سيارته لواحد ثاني، أعطاه البغلة وأعطاه العمامة. قال إن والد هذا الرجل كان صديقا لوالدي عمر بن الخطاب، فأردت أن أبر والدي بأن أحسن إلى ابني صديقي. الله الله، أي بر هذا وأي إحسان وتفنن في البر بالوالدين، أحسن إلى ابن صديق والدي، فبذلك يبر والده حتى بعد مماته. فهذا مثال على الإحسان والتفنن في الإحسان إلى الوالدين. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى الزوجة، فهذا العلاقة الزوجية تبنى على الإحسان بالمقام الأول، لا تبنى على أن هذا واجب علي وهذا ليس واجب علي. العلاقة بين الزوجين ليست علاقة بين صاحب منزل ومقاول كي نحسب كل شيء بالسنتيمتر وبالنقير وبالقطمير وبالكيلو وبالمتر، لا، هذه علاقة مبنية على الإحسان، ليس هناك شيء اسمه هذا واجب علي أو ليس واجب علي. العلاقة الزوجية الإحسان فيها يكون بأن يبذل كل من الزوجين للآخر ما يستطيع، يبذل له كل ما يستطيع ما دام في مقدوره. فمثلا شرعا وقانونا، هل يلزم الزوج بأن يأخذ زوجته للسياحة مثلا، أو أن يشتري لها هاتفا، أو أن يشتري لها الذهب والمجوهرات؟ وفي الحقيقة ليس ملزما، لأن هذه ليست من النفقات الضرورية، هو ملزم بالنفقات الضرورية، ولكن الإحسان يتطلب منه أن لا يبخل عليها ما دامت لديه القدرة. أيضا هناك قد يثار موضوع، هل الزوجة ملزمة بخدمة زوجها؟ بغض النظر عن الحكم الشرعي، لا نتكلم عن الحكم الشرعي هل هي ملزمة أم ليست ملزمة، ولكن الإحسان أن تخدمه حتى ولو كان لديه من الخدم في البيت، هذا من حسن التبعل ومن الإحسان، أن تخدمه بنفسها وأيضا أن تقوم بعمل البيت، هذا إذن من العطاء، أن يبذل كل من الزوجين ما يستطيع للآخر حتى أن يساعد الزوج زوجته في أعمال المنزل، لا يقول هذا ليس علي وهذا بس شغل حريم وأنا ما يلخص، لا، يساعد إذا كان في مقدوره ذلك، فهذا أيضا من الإحسان. فالقاعدة العامة يبذل كل منهما ما يستطيع تجاه الطرف الآخر، فهذا هو أساس العلاقة الزوجية، أنها تبنى على الإحسان.
وكما أن الإحسان مطلوب بين الزوجين ما دامت العلاقة الزوجية بينهما باقية، فهو مطلوب أيضا حتى بعد الطلاق، حتى بعد الطلاق وحتى في الطلاق نفسه. فلا يكون الطلاق بإضرار وبعضل، ولا يكون أن يتركها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. لا يكون الطلاق بأن يطلق أكثر من طلقة واحدة، ولا يكون الطلاق بأن يطلقها طلاقا بدعيا، أي أن يطلقها في حالة الحيض. ولا يكون الطلاق بأن يقرن الطلاق بألفاظ التحليل والتحريم، كما يقول بعض الناس أنت طالق محرمة علي ومحللة لغيري، هذا من قبيح القول وهذا غير جائز. وليس أيضا من الإحسان في الطلاق أن يكايد كل منهما للآخر بعد الطلاق ويفتعلان المشاكل تجاه الطرف الآخر، خاصة إذا كان بينهما من الأولاد، فمثلا يطالب بالحضانة فقط مكايدة فيها، أو هي تطالبه بأمور أخرى فقط مكايدة فيه، هذه ليس من الإحسان. المطلوب الإحسان حتى بعد الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويكون من كل من الطرفين. فجعل الله سبحانه وتعالى قاعدة عامة في هذا في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية، هذا القول جاء في آيات تتحدث عن أحكام الطلاق بين الزوجين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فيبقى الود والإحسان حتى بعد الطلاق. نعم، هما لم يكونا على توافق، وذهب كل منهما إلى سبيله، وليغني كل والله سبحانه وتعالى سيغني كل منهما من فضله، ولكن لا أن يكايد كل منهما الطرف الآخر، ولكن يبقى الود والإحسان، خاصة إذا كان بينهما أولاد، فلا يقبح أي منهما الآخر أمام الأولاد، فمثلا يتكلم عن أمهم أمامهم أو هي تتكلم عن أبيهم، لا، بل على العكس أن يحث أولادهما بأن يبر بالطرف الآخر. فهذا إذن من الإحسان حتى في الطلاق. الإحسان أيضا يكون في الصدقات، عندما يتصدق أحد على الآخر بأن يتصدق بالمال الطيب، يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فليراعي المتصدق أن هؤلاء الفقراء ليسوا مكب نفايات يرمي لهم ما كان تالفا ولا يحتاجه، بل ليتصدق عليهم بإحسان، بأن يتصدق عليهم بالشيء الذي يكون جيدا وصالحا للاستخدام والاستهلاك. لا نقول قد يكون جديدا، نعم قد يكون مستعملا ولكنه صالح. مثال على التصدق بالملابس، هناك من يعني من أراد أن يتصدق بالملابس عليه أن تكون تلك الملابس في حالة جيدة، لا أن تكون مهترئة أو أن تكون ممزقة أو أن يكون بها أوساخ يعني لا تزول، وليغسلها ويكويها ويغلفها في أكياس. فهذا من الإحسان في التصدق بالملابس المستعملة، لا أن يأتي بملابس لا تكون صالحة للاستخدام الكريم فيرميها هكذا كما لو أنه يرمي تلك الملابس في حاوية القمامة. فنرى هناك مثلا من يجمع الملابس بأوساخها وبحالتها المزرية في كيس قمامة ويأتي بها ويقول قد أتصدق الآن بهذه الملابس، وبعض منها قد يكون من الملابس الداخلية التي ليست من العادات الصحية أن يتبرع بها، لأنها تلامس مناطق حساسة وقد تتراكم عليها الأوساخ. فهذا ليس من الإحسان، ولكن مطلوب الإحسان بأن يكون يتصدق المرء بما كان صالحا للاستخدام. ويروى عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت عندما تتصدق بالدرهم تغمسه في المسك قبل أن تعطيه للفقير. ما هو الغرض من غمسه في المسك؟ هل ترتفع قيمته؟ لا ترتفع، سواء كان مطيبا بالمسك أو غير مطيب هو قيمته واحدة، نشتري به الشيء ذاته. ولكن قالت السبب لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير،
طبعا هذا تعبير مجازي. ما معنى أنها هذه صدقة تتصدق بها قربة الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإنها تحسن بأن تطيب هذا الدرهم. وهذا أيضا من التفنن في الإحسان، كما قلنا هو فن، الإحسان فن، كل منا يتفنن في الإحسان إلى في أعماله كلها.